وصلنا لمحطة التغذية وأسئلتكم والمواضيع اللي بتهمكم، وقبل ما نبدأ خلينا نتعرف أكثر على تساؤلاتكم لليوم، نتابع مع بعض. يعني ريج أكيد هلأ نحن رح نستطلع مع بعض نحن والمشاهدين عن استفساراتهم بفقرة التغذية، خلينا نروح نتابعه مع بعض وبعدين نرجع نتواصل معهم أيضا مباشر. بيشكل الطعام جزء أساسي من صحة أجسادنا، فهو القادر على جعل جسمنا صحي ومحصن من الأمراض، وهو القادر على العكس. رمضان وتقسيم الوجبات وكيف بنحافظ على نشاطنا مع اختلاف أوقات الطعام، الامتحانات والأطعمة المحفزة على الدراسة واللي بتساهم بتنشيط الذاكرة. أسئلة كتير رح نحصل على إجابتها من الضيف المختص بصباحنا غيره. يعني أريج مثل ما تابعنا اليوم رح نحكي عن الغذاء الصحي وتقسيم الوجبات برمضان، فمين فينا ما بيسأل هالسؤال بالأيام الأولى من رمضان كيف حنصوم نهار الصيف الطويل، وأكيد كيف فينا نتغلب على العطش والجوع. لأنه شهر الخير عم يزورنا بالصيف، فكان من الضروري أنه نتعرف أكثر على أهم النصائح الطبية يلي بتشرح وبتجاوب على أسئلتكم، وأيضاً رح نتعرف على أهم النصائح للطلاب يلي عم يتزامن امتحانهم مع رمضان الكريم والصيف مع أخصائية التغذية نور صباني. سعد صباحك نور. يسعد صباحكم. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم، نعاد عليكم بالصحة والعافية والسلامة. أهلا وسهلا يا نور. نور بالبداية خلينا يمكن نحكي عن مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه شهر رمضان جاي بالصيف، فكيف فينا نحن نتبع نظام غذائي شوي خفف عن الصائمين الجوع والعطش؟ نحن بدنا نعرف بالمجمل بالرمضان بصير في عنا تغيير باللايف ستايل تبعنا بشكل عام. شو بصير في عنا الجسم كله بشكل عام؟ بصير في عنا تغيير بالنسبة للاستقلاب، بتتجدد الخلايا بالإضافة لتجديد الجهاز المناعي. والطاقة. فالصيام هو شيء كتير منيح للجسم، حتى بتنقتل عنا يعني حتى هو بيحارب الكانسر بشكل رئيسي، لأنه نحن بصير في عنا قتل للخلايا السرطانية بداخل الجسم. فمفروض نحن يكون في عنا تقسيم لوجباتنا من خلال الفطور، وجبة بين الفطور والسحور، بعدين عنا السحور. شو بدها تكون؟ بده يكون عنا تقسيم صح. ما اجي انا انه والله اول ما يقول الله اكبر الله اكبر فورا انه بلش يعني انا اهجم يعني. فالمفروض انه شوي شوي انا بلش من اخف الشيء لاكثر شيء، وبلش دائما بكاسه مي وتمر، ودائما بده يكون العدد فردي. هالنقطه كثير مهمه نور، انه عن جد لازم تبلش الصائم بتمر وكاسه مي، هذا الشيء رح يريحه خلال فتره ما بين السحور والافطار. كمان في فتره طويله بين الوجبات، شو بتنصحين انه يتناولوا بين الوجبات ماكولات تخفف شوي من شعورهم بالعطش بفتره الصيام وبيحتفظ فيها الجسم؟ بدنا نركز على موضوع انه يصير في عنا تعادل بكمية الصوديوم والبوتاسيوم بالجسم. كيف انا بعمل هذا الشيء؟ وبالاضافة ايضا انه بدي اعتمد على السكريات المعقدة اللي هي بدها تاخذ وقت بالجسم لحتى جسمنا نحن يستهلكها، ما ناخذ نحن اللي بيرفع فورا الانسولين بالجسم، لانه هذا الشيء حيصير في عنا مشاكل. فاعتمد بعد عن العصائر الصناعية. نعم بليز، هالموضوع كثير ضروري ناكد عليه، لانه دائما نحن بسفرتنا بيكون في كثير عصائر صناعيه، نحن بتبدا المرحله بمقاومه العطش من الافطار للسحور، فانا بدي يكون الكميه لما بدي اخذها بدها تكون مدروسه، بالاضافه تكون غنيه بالبوتاسيوم اللي هي موجوده مثلا بالبطاطا بالجزر. السحور ركز على هالموضوع انه اخذ مثلا بطاطا، ممكن اخذ فول بس ما كتر الملح، اهم شيء انه انا ما كتر ملح، مقالي، وجبات دسمه، الفاست فود انا بعد عنه تماما لانه كثير غني بالتوابل، كل شيء فيه توابل، بهارات، كباب، اجي سحر كباب او كبه او هيك، شو بصير في عندي؟ بصير في عندي كثير مشاكل وبعطش كثير والعطش بيزيد اكيد. نور
دكتور اكيد بدنا ننوه المشاهدين انه فيهم يتواصلوا معنا اذا عندهم اي استفسار بخص التغذية والغذاء الصحيح بشهر رمضان. اكيد نور رح تجاوبكم عن كل اكيد استفساراتكم. فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 011-44-37-407 اكيد دمشق كل حدا فيه يتواصل معنا لحتى يكون مع نور مباشرة وتجاوبوا عن اي شيء عم يعاني منه او اي شيء بحب انه يستفسر عنه. نور برأيك لازم تحضر الجسم قبل شهر رمضان المبارك بهال ممكن لحتى يقدر يصوم بأريحية؟ انت بتفضلي انه يتبع نظام غذائي لو بآخر اسبوع لحتى يستقبل شهر رمضان المبارك؟ هلا ممكن نعمل نحن هذا الشيء بس هو مو بس حتى قبل اسبوع، المفروض انه يكون عندي بشكل عام بالعموم قبل حتى باسبوعين. فانا كيف اول شيء ببلش بمشكله المي، عود حالي على اني اشرب مي بس بدها تكون بطريقه صحيحه، ما يكون في عندي انه اخذها بطريقه عشوائيه، تكون مدروسه اول ما في مثلا، وعود حالي انه كل ساعتين وقت يجي قرب رمضان بلش شوي بعد الفتره. ما ركز على موضوع انه انا اخذ المي بكميه كثير كبيره خلال فتره النهار وفترتي انا بكون صايم فيها، وما كتر مثلا حلويات او كتر مثلا كثير اقعد اخذ يلا انه اجى قبل رمضان لحتى شبع حالي يصير اخذ كثير شغلات. فهذا الشيء بيلعب دور، انا جسمي يعني بيكون هو عندنا سوء تغذية من الأساس للجسم ما له مؤسس صح، فكتير بتلاقي في أمراض رمضان بتطلع، يعني في شغلات بتطلع برمضان أمراض تظهر مثل الحرقة، في أشخاص مثلا بيعانوا من فتق الحجاب الحاجز، فأنت شو بصير معك برمضان؟ بصير بيعانوا من حرقة من حموضة، بصير عندهم مشاكل لأنه هن من الأساس ما لهم عاملين مناعة لجسمه من الأساس وما في تغذية صحية سليمة من الأساس. نعم، نور يمكن هلأ في امتحانات البكالوريا قربت ونحن بشهر رمضان، يعني لكل الطلاب يلي هلأ في عم بدهم يصوموا وعندهم درس وعندهم فئة بكير وعندهم تقديم فحوص وستريس، شو هو الغذاء الصحيح أيضا يلي بيعطيهم يمكن طاقة أكثر للطلاب؟ يمكن لازم ياخذوا الشيء فيه طاقة أكثر ويمكن بخليهم كمان يكونوا مرتاحين لكل حدا بده يصوم. بدهم يعرفوا الطلاب كمان شغلة هلا، شهر رمضان كتير بيساعد على موضوع انه انا ما بيكون في عندي تلهاية، بصير في عندي انا فوكس على شيء معين، انه انا خلص بقدر اركز، بقدر انه ما انه اضيع انه يلا عم بتلهى. على فكره يعني مو حجه ابدا انه انا يكون الا اذا كان في حاله مرضيه معينه الشخص ما بيقدر فيها، انه هو مثلا انه انا صايم اقدر ادرس، يعني بقدر انتج كتير، والموضوع الحاله النفسيه اللي هو الستريس كتير اللي بيعانوا منه هذا الشيء بيلعب دور. فانا كيف بدي ركز؟ باخذ بيعتمد على الاوميجا 3 اللي هي موجوده بالمكثر بالمكسرات. نحن رح نكفي يا نور، لكن معنا اتصال. الو صباح الخير. صباح الخير، مين معنا؟ انا صفاء من الشام عم بحكي معكم. يا صفاء، شو سؤالك اليوم لنور؟ رمضان كريم ان شاء الله على سوريا وعليكم بخير، ينعاد عليكم يا رب. وعليك يا رب. شو بتحبي؟ بدي اقول انه شو هي اللي بدي اسال اخصائيه التغذيه عن الاكلات اللي ممكن انه نحن ناكلها وما نجوع فيها ثاني يوم بالصيام، يعني شو هي الاكلات اللي ممكن انه ما تعطشنا ثاني يوم وتقيت شوي خلال النهار؟ تماما. نعم، شكرا لاتصالك صفاء. شو بتحبي تجاوبيها؟ نحن حكينا بالشق بس هي كانت ناطرة معنا يمكن على الاتصال فما سمعت الإجابة. خلينا نرجع نحكي شيء بالمختصر. تمام، هلا بدي يكون اهم شيء العطش، يمكن موضوع كثير هي البوتاسيوم والصوديوم، يعني هو السبب العطش الرئيسي هي كمية الصوديوم بالجسم، فهذا الشيء بيلعب دور. فأنا لما آخذ كمية منيحة من البوتاسيوم اللي هي موجودة بالبطاطا، موجودة بالجزر، موجودة بالخوخ، أو حتى كمان فيني آخذ البندورة، رب البندورة كمان يركز على هالموضوع انه انا ما فيني اخذ رب البندورة يعني بكمية كتير كبيرة. خلينا نرجع ونكفي حديثنا عن الطلاب يمكن. خلينا نرجع نرجع نكفي حديثنا ونحكي عن طلاب يلي عندهم شهادات البكالوريا، عن اهم الأغذية، عن السلوك الغذائي الصحيح اللي لازم يتبعوه خلال النهار.
بعد فترات طويله من الصيام مثل ما حكينا على الحاله النفسيه والستريس وان انا اكون كثير معصب بعد فترات طويله من الصيام انا ما اجي اخذ وجبه كثير دسمه. هذا الشيء شو بيعمل بالجسم؟ بصير في عنا تركيز الدم بالمعده، بصير الشخص شو بصير بحس بخمول وان انا عادت ارتحت خلاص بس بدي نام. وكثير في اشخاص مو بس الطلاب البكالوريا بيعانوا من هالمشكله انه هن ببلشوا بوجبه كثير دسمه بصير الجسم لحاله هيك بصير في عنده خمول، ما بصير في عندي انا انرجي لحتى اقدر اقوم يعني مثلا بالدراسه او اقدر اعمل اي شيء. بدي ركز على اوميجا 3 مثل ما حكينا الموجوده بالمكسرات، حاول اخذ مرتين بالاسبوع سمك حتى هلا يعني حتى برمضان يفضل انه انا اخذها لانه غذاء الدماغ الاساسي هو الدهون الصحيه، وبعد عن السكريات الصناعيه اللي هي موجوده بالعصائر وبالحلويات وكمان نحكي عن الفاست فود مثل ما حكينا. نعم نور، كمان خلينا نروح لاتصال معنا صار جاهز. الو صباح الخير. صباح الخير، رمضان كريم وعليك ان شاء الله. اول شيء اسمحي لي صبحكم صباح الخير وان شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب، ولا بلدنا سوريا ان شاء الله بتكون بالف خير يا رب. امين. تفضلي لو سمحتي فيني اسال سؤال للدكتوره؟ تفضلي. عم تسمعك، تفضلي. صباحك ورد يا هلا. صباح الخير دكتوره. لو سمحتي في يعني انا عندي بنتي نحيفه كثير وصايمة، يعني فيكي انه شو بتفيديها يعني انه مشان ما تخسر من وزنها يعني اكثر خلال فترة الصيام؟ اوكي مدام، اكيد نحن هلا رح نجاوبك. شكرا كثير لاتصالك، خليكي معنا عم تسمعي الجواب. ينعاد عليكي، رمضان كريم. صباحك ورد بريطانيا. لا بدي اقول لك شغله، نعرف شيء مهم كثير انه انا ما فيني عمم حالي، فانا مهم كثير اني اعرف مثلا وزن بنتك، اعرف في شيء اذا كانت بتعاني من الاساس بالمجمل. خلينا نحكي هلا اذا بالمجمل انا بدي احكي، فيني احكي بس المشكله صراحه يعني انا بدي اكون صريحه تماما انه انا مثلا وقت مثلا الاختصاصي بيحكي كلمه انه بيعمموها هي الحاله. فبالعموم هي المفروض انه تقسم وجبتها بشكل صح، تحاول انه تاخذ بين وجبه الفطور وبالسحور ناخذ مكسرات، تاخذ حليب، ممكن تعمل كوكتيل مثلا وتحط بقلبه عسل، تحط بقلبه مكسرات، نحاول نعتمد دائما على الدهون الصحيه اللي هي موجوده بزيت الزيتون. واهم شيء انا ما اخذ انا انه خلص اذا انا نحيف فكر اني انا اسمن بطريقه غلط واخذ مكتر مثلا سمنه كتر دهنه او اسمن بطريقه غلط، فيني اخذ شوكولا حتى عنا الدارك شوكليت حتى كمان بالنسبه للطلاب وحتى لبنتك كمان المفروض انه هي تاخذ منهم بكميات متوازنه وبطريقه صحيحه، وزبده الفول السوداني كمان. نور كمان في كثير من الاشخاص يلي بيحاولوا انه يخفضوا من وزنهم بفتره الصيام وبيتبعوا نظام تغذيه لتخفيض الوزن، هلا هون بتنصحيهم انه يتبعوا خلال شهر رمضان الكريم يعني بيقدروا ولا لا لازم يكون في عناصر كثيره موجوده ضمن اغذيتهم؟ بالعكس كثير منيح انه انا بلشت فيه، لانه شو بصير في عنا بالجسم؟ اول مرحله من الجسم بدي شو بصير في عنا؟ بصير الجسم بيستهلك الجلوكوز اللي هو موجود فيه، بعدين بننتقل للدهون واخيرا للبروتين، فشو بصير بالجسم؟ بصير بيستهلك هو المخزون الطاقه الاساسي اللي عنده خاصة آخر ساعتين، يعني أنا إذا بدي أعمل أي سبورت أي شيء مثلا بدي أعمله أنا يفضل إنه آخر ساعتين بس يكون كتير 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 خفيف مثل المشي فرضا، مو أجي مثلا إنه أنا كتير مثلا إنه كتير إنه قوي مثلا أعمل كيك بوكسينج مثلا أو حديد أو كذا بصير هون في عندي مشاكل لأنه. نعم نور، نحن كتير بدنا نتشكرك وبدنا نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتيها وأيضا على يمكن كل حدا حابب يستفسر أكيد فيه يتواصل معنا لحتى يمكن تجاوبي على كل الإجابات. شكرا كثير ورمضان كريم وينعاد عليكم بالخير يا رب. شكرا لك نور. هلا